عقد نبيل فهمي وزير الخارجية صباح اليوم جلسة مباحثات مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس بمقر الخارجية الفرنسية بباريس لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، بالإضافة إلى تطورات الوضع الحالي في مصر. كما تناولت جلسة المباحثات عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأزمة السورية الراهنة وعملية السلام في الشرق الأوسط. جلسة نسبيا مطولة بيني وبين وزير الخارجية، شرحت الوضع في مصر، شرحت قلق المصري من بعض ما نراه من الجانب الأمريكي من المواقف، ومن الجانب الآخر المتحدة أو الوزير الخارجية الأمريكي شرح لي أكد لاهتمامه بما يحصل في مصر، تقديره لخريطة الطريق، اهتمامهم بأن تنفذ بالكامل، وتقديرهم بأنه لابد من إيجاد الوسائل لعدم إقصاء أي طرف سياسي مصري. ونفالي الكثير من الملاحظات التي أثرتها معه كأسباب للقلق المصري. ثم تحدثنا عن الوضع في سوريا، هو الاجتماع الذي تم بعد ذلك مع وزراء خارجية العرب الآخرين، ناقشنا عملية السلام في الشرق الأوسط المصالح الفلسطيني الإسرائيلي بالتحديد. الولايات المتحدة لم تؤيد ولا تؤيد تيار سياسي معين، وبالتحديد أنها لم تتخذ موقف إيجابي تجاه الإخوان المسلمين، وإنما تعاملت مع السلطة التي تم انتخابها من قبل المصريين. هذا في الماضي. وفي الحاضر أكد مرة أخرى أن الخيار في النهاية هو خيار مصري، يريدون أن يشهدوا تنفيذ سريع لخريطة الطريق ليتم استكمال البنيان السياسي المصري من خلال الانتخابات، دستور ثم انتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية، حتى تستقر الأمور بالأساليب الديمقراطية التقليدية، وعلى أمل أن يشمل هذه المنظومة كافة الطائرات السياسية. فهذا ما ذكره، أنه مش صحيح أنهم بيأيدوا طرف عن طرف، إنما ويريدون الاستقرار ويريدون النجاح لكلامه، أنهم يريدون الاستقرار ويريدون النجاح للحكومة الانتقالية، ومتابعتهم هي من منطلق الساعي أو على أمل إنجاح خريطة الطريق سريعا بخطوات سلمية تشمل الجميع. نقلت إليه شعور المجتمع المصري وملاحظاته، فضلا عن بعض الملاحظات من قبل السلطة المصرية أو الحكومة المصرية، وكما ذكرت نافى تماما أن يكونوا بيأيدوا إخوان المسلمين أو غيرهم. ما يتطلعون إليه من حسب كلام وزير الخارجية منظومة سياسية مصرية مدنية تشمل الجميع. علاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومع بعض الدول الأخرى مرت بمرحلة حساسة بعض الشيء، ومرحلة غير مريحة بالنسبة لنا، لأننا لا نقبل أن تمارس البعض ضغوط علينا، حتى وإن كانت ضغوط غير مباشرة أو ضغوط محدودة الطباع. هذا من ناحية. إذا تم تنفيذ خريطة الطريق سيكون هذا أفضل إنجاز للشعب المصري أولا، وسيضعنا في موقف أفضل كثير داخليا وكذلك خارجيا، لأنه هيبقى خريطة وضعت من قبل الرأي العام المجتمع المصري ونفذت من خلال الاستناد للقانون في الدستور والصندوق الانتخابي بعد ذلك في انتخابات برلمانية ورئاسية. فالإجابة بطبيعة الحال نعم، إنما مبررة يجب يكون بناء مصر ليس إرضاء للخارج. أنا بتحرك على أساس مواقف محددة من قبل الغير، وبتخذ إجراءات أكثر مما أتبادل التصريحات، ويمكن البعض بيرى أن أنا ما بصرحش كفاية، لأن أنا حقيقة مش مهتم بأن أنا أتبادل الزعيق إنما كنا بنشعر بقلق بالغ من تصريحات تركية ومواقف سياسية تركية وجهود تركية للمساس بالمصالح المصرية. هذا هو سبب استدعائنا للسفير المصري هناك، ثم إرجاءنا للمناورات المشتركة فيما بيننا، ورفضنا زيادة عدد السفارة التركية في مصر. تابعنا أن السفير التركي عاد إلى مصر، نأمل أن تكون هذه بداية لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي، وإنما العهدة الراوي ويجب نتابع، ولذلك لم نستعجل في إعادة سفيرنا إلى القاهرة حتى الآن. قرار إعادته إلى القاهرة
مرتبط بمواقف معينة ليس مجرد بعودة السفير. مستمرين مع حضراتكم في أخبارنا، وأيضا ما زلنا مع نشاط السيد وزير الخارجية، حيث يلتقي اليوم السيد نبيل فهمي بفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب بمقر مشيخة الأزهر غدا، وهو اللقاء الأول بينهما منذ تولي فهمي مسؤولية وزارة الخارجية الشهر قبل الماضي. كما يلتقي الوزير أيضا وفدا من المعارضة التركية يزور القاهرة برئاسة نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض فاروق أوغلو، في أول زيارة يقوم بها الوفد للقاهرة بعد سقوط حكم الإخوان.